مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. المطبخ اللبناني اليوم حنعمل نحن وياكم اسهل طريقة لاكل الزيتون. هيدا زيتون بلدي، هلا انا برصه وبنقعه بالمي لتاني يوم الصبح، بنملحه بملح خشن، وبعد شي ساعة ساعتين بنقعه نرجع فينا نقدر ناكل منه. هلا عندي هاي انا هون 2 كيلو، لانه انا ما عندي زيتون من هذيك السنة خالص. انا بدي رص الزيتونات واعملهم بهذا الشكل. انا حطيت شقفة، اللي بالعادي حط نايلون، نايلون بزحي. هيدي الشغلة بضل حص الزيتون محله مي بيطير من ايدي. بهذا الشكل بنرص الكمية الموجودة معنا. وهيك لتخلص الكمية اللي معي. هلا مثل ما شفتوا رصيناهم وكلهم زيت ما شاء الله. هلا بدي احط لهم مي لبكره، بغير بشيل ميتهم وبنشوفكم كيف بنملحهم. هلا مثل ما شفتوا نقعتهم هاي تاني نهار. هلا بدي اشيلهم انا احطهم بجاط. بنقلهم عجاد نضيف ان شاء الله. عاملين زيت زي الزيتون البلدي ببين. هيدا المر طلع منهم. هني هودي 2 كيلو زيتون. انا هحط لهم ملعقة كبيرة ملعقة الطبخ، بحركهم كتير منيح. ملح خشن، ملح الخشن للكبيس احسن واضمن وابيض. كمان بنقعهم بعد شي ساعتين في اكل منهم. بهالشكل ملحنا الزيتون للاكل السريع. وهلا مثل ما شفتوا ملحناهم، نطرناهم وقت شي ساعتين ثلاثة. كل ما بقيوا بالملح اكثر كل ما حلوا اكثر. نحنا بنحبهم فيهم شرش مرورة بهذا الشكل. هيك نضيف لهم شوية زيت زيتون، مع انه هن بلديات ما شاء الله مزيتين. والف صحة وهنا، وما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. سنة وانتو بخير.